بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أسعد الله صباح حضراتكم بكل خير، أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل ترحيب في هذا اليوم، يوم السبت الخامس من يناير 2013، في بداية هذا العام الميلادي الجديد، حيث ننطلق مع السباق المحلي الثامن في أول أيامه وفي الفترة الصباحية الخاصة بالإبكار مع سن الحقائق. مسافة الأشواط الصباحية والمسائية هي 3 كيلومترات. ننطلق مع هذا الشوط، الشوط الخامس، وننطلق مع شعار بن كاظم اعتزال على مقدمة الشوط، أول المنطلقات مبارك بن كاظم المري مع الصدارة هو مع المقدمة. هناك من الجانب الآخر وجود شعار الضيفة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، القادمة والمنطلقة هي البترول بشعار محمد بن عتيق بن شامس العامري مع المقدمة، تنطلق في هذه اللحظة لتعلن حضور هذا الشعار في هذه اللحظة. بينما المركز الثاني المركز الثاني في هذه اللحظة وجود بقيشة عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي مع المركز الثاني، غيرت بدورها وانتقلت إلى المقدمة. بينما المركز الثاني اللي يليها شعار بن كاظم مع اعتزال مبارك بن كاظم المري مع ثاني المراكز، المركز الثالث والدور دور المركز الثالث، وجود المركز الثالث اللي تحمل الشعار الأبيض على المركز الثالث. بينما المركز الرابع خلوني أتابع بن ظبيان محمد بن حمد بن راشد بن سعيد المري مع المركز الرابع. المركز الخامس انطلاقة خامس المراكز، وجود هقوة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، يتابعها في التضمير علي بن فراج المري. وهنا التدخل من خامس المراكز، أيضا ضيفة من المملكة العربية السعودية بشعار بن رويشد مع بيان عبد الإله بن رويشد الجهني. هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط، هذه الأسماء في أول نداء وظهور لهذه الشعارات في هذا الشوط. أعود إلى التغيير اللي حصل مع القادمة نمر بن راشد بن ديلة على المقدمة وعلى الصدارة، تنطلق في هذه اللحظة بهذا الشعار، شعار بن ديلة على المقدمة وعلى الصدارة. افتتاح الكيلومتر الأخير عن خط النهاية وعن الناموس، وصل في هذه اللحظة شعار بن رويشد مع المركز الثاني مع بيان صاحبة إنجازات سجلاتها حفلة، عبد الإله بن رويشد الجهني المنطلقة في هذه اللحظة القادمة من المملكة العربية السعودية ومن غرب المملكة، هناك من ميدان ينبع، تنطلق في هذه اللحظة إلى مقدمة الشوط. المركز الثالث هنا في هذه اللحظة مشغلة محمد بن سهيل بن حمرور العامري، انطلقت وشعار بالعوضي على المركز الرابع، وشعار أيضا سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، ولكن المقدمة مع بيان على مقدمة الشوط، بيان على المقدمة وعلى الصدارة، بن رويشد على الصدارة، عبد الله بن رويشد الجهني مع المقدمة ومع صدارة الشوط. المركز الثاني وصل في هذه اللحظة شعار بن حمرور محمد بن سهيل بن حمرور العامري مع المقدمة، انطلق في هذه اللحظة وغير إلى مقدمة الشوط. بينما شعار بالعوضي مع المركز الثاني مع بلشة ناصر بالعوضي المنهالي، والتدخل في هذه اللحظات ووجود المركز الثالث كنز جار الله من جهويل المري، انطلقت في هذه اللحظة مع المئة متر الأخيرة يا بن جهويل، ولا زال بن حمرور ضيفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، تهانينا والناموس لمالك مشغلة محمد بن سهيل بن حمرور العامري على هذا الفوز. المركز الثاني كنز جار الله بن جهويل المري، المركز الثالث بلشة لناصر بالعوضي المنهالي، المركز الرابع أسرار سعيد بن علي بن راية المري، المركز الخامس وصلت فتنة لعبد العزيز بن حمد بن علي البريصي المري، تهانينا والناموس
لمالك مشغلة محمد بن سهيل بن حمرور الحامري على هذا الفوز. توقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية في هذا الصباح مع ختام هذا الشوط، الشوط الخامس، لتعلن فوزها وهي تصل إلى خط النهاية. 4:38 وجزئين من الثانية. أهني مالكها على هذا الفوز. المركز الثاني شعار بن جهويل، 4:38، 9 أجزاء من الثانية. توقيت كنز جار الله بن جهويل المري. المركز الثالث 4:39 وجزئين من الثانية. وصلت في ثالث المراكز بلشة لناصر بالعوضي المنهالي. تهانينا والناموس.